المغرب بلد اسلامي، دستور ينص على اسلاميه الدوله، الدستور ينص على ذلك بكل وضوح في عدد من البنود. اش واقع بالضبط؟ واش هاد الناس هادو ما عارفينش القوانين اللي مشتغلين فيها؟ وما خاصة في المجال السياسي هادشي خصو يكون معروف. بالنسبة لهذا السؤال سيدي نبيل، هو ربما هو اللي غيكون الأرضية التي يمكن أن ننطلق منها في فهم هذه التعديلات كلها التي تروم، يعني تبديل النصوص في القانون الجنائي وكذا في المدونة. ولكي نفهم هذا لا بد أن نتحدث عن السياق الدولي. فنحن كما لا يخفاك، يعني منذ خروجنا من الاحتلال ونحن أعضاء في واحد المنظمة دولية اللي تسمى الأمم المتحدة، وأنا غالبا ما أكتب واحد القيد أنها الأمم المتحدة علينا، لأننا المتحدة علينا، لأن نحن اللي هما العالم اللي كيسميوه العالم الثالث والعالم الضعيف، ماشي بالضرورة المسلمين بوحدهم. فملي كان نرجعوا ل 1945، السنة اللي انتهت فيها الحرب العالمية الثانية، واللي هاد الأمم اللي كانت متحاربة اتحدات. علاش اتحدات؟ اتحدات من أجل أنها تدبر المرحلة اللي ما بعد الحربين العالميتين. ملي تأسست المنظمة، تأسست لتنظم كل مناحي الحياة بالنسبة للعالم، يعني البشرية في هذا الكون، وتبنات الإعلانات ديال حقوق الإنسان في هذه الوقيتة، وبدات كتطور العمل ديالها سنة على سنة على سنة، لا داعي باش نطول، حتى وصلنا فيما يخص الموضوع ديالنا لبكين 1995، واللي كانت واحد النقلة كبيرة جدا في مفهوم مؤتمر. هذا مؤتمر عنده علاقة بالأسرة وعنده علاقة بالطفل وعنده علاقة. هذا بكين إلا لاحظتي أن من بعد منه في 95 الصدى ديالو كان عندنا قوي في المغرب. وشنو هو؟ هو الإعداد ديال خطة إدماج المرأة في التنمية اللي كان قدمها الوزير سعيد السعدي في حكومة التناوب، وكانت خلقت واحد ضجة كبيرة، وكان العلماء في رابطة علماء المغرب ضدها، وكانت مسيرتين اللي هما بينوا على أن هناك مرجعيتان كبيرة تتصارع في المغرب، مسيرة الرباط ومسيرة الدار البيضاء. إيه، كي لأن كاين تفاصيل كثيرة بينهما. نجيو لبكين 25. بكين 25 هي التي نعيشها الآن. ملي كنقولوا بكين زائد 25 يعني كدير 95 زائد 25، شحال هي؟ هي 2020. فهاد 2020 قبل منها بسنة كنت هناك اجتماعات. هاد الاجتماعات دارتها يعني المنظمات اللي كاينة في هيئة الأمم المتحدة اللي كيهمها مسألة المرأة وتطويرها وتطوير الأسرة وتطوير كذا، دارت اجتماعات وتمخضات عليها تبني واحد الدورة. هاد الدورة سميت ب يعني ضوء جيل، هكا أخذت عنوان جيل المساواة. هاد الجيل ديال المساواة، هاد الدورة هذه كانت عن بعد لأن كانت كورونا ديك الساعة، ومع ذلك اشتغلوا، هما ما عرفوش اشتغلوا وخرجوا. هاد الدورة تمخض عليها واحد الوثيقة صدرت. هاد الوثيقة تضمنت 2700 توصية، ورصدت لها واحد الآلية المراقبة من أجل أن تنفذ. شحال التوصية سي إبراهيم بالضبط؟ 2700. كان المغرب 2700 توصية. أي كان المغرب عنده واحد النصيب كبير منها. شحال الميزانية ديالها اللي ترصدت؟ هاد كانت ترصدت لها ميزانية، وميزانية خيالية اللي هي 40 مليار دولار. هاد 40 مليار دولار فين غتصرف؟ هي اللي كتعطى لهاد المنظمات الحقوقية، وكتعطى لأن ملي دارت التوصيات من الآليات من أجل أن تنفذ على أرض الواقع، دار بحال شي تحالفات اللي هي ما بين الدول وما بين المنظمات من أجل أنها تتبعها. إذا حنا دابا كنحطوا السياق العام اللي فيه هاد المطالب. كنوجدوا بمشاهد ما طلع وهبي الوزير وهبي أول حاجة دار هو أنه سحب القانون الجنائي اللي صافي تم الهضرة عليه وسالينا منه، عاود هو سحبه من أجل أنه ينفذ هذه الأجندة الدولية. إذن أنا هنا أسطر 100 سطر تحت مسألة تناقض المرجعيات في المغرب، ولهذا كيبان واضح في هذه
فهاد المرجعيه اللي كيتبناها مثلا المجلس الوطني لحقوق الانسان واللي كتقصو بوعياش واللي كتكلم في كل شيء وكتاكد على الارض تاكد على الاجهاض تاكد على العلاقات الغذائيه، ملي كنوجدوا هذيك التوصيات اللي داخله في ديك 2700 كنلقاوها تتحدث عن الشذوذ، تتحدث عن الاجهاض، تتحدث كل على حاجه، وتطالب المغرب بانه يعدل المنظومه القانونيه ديالو كلها وفق هذه التوصيات. إذا نحن لا نتحدث حيت السياسيين، علاش أنا أثرت أنني نعاود نقول القصة من البداية، طرح السياسي في البداية ديالو قال هل تعبر هاد التعديلات وهاد المطالب على الإرادة العامة للشعب المغربي؟ أنا قيت هنا ملي قالها هو، فاضطريت أنني نعاود القصة من الأول باش نفهموا بأن لا علاقة لها بالإرادة ديال الشعب المغربي، وإنما هي توصيات شكون اللي كيحطها؟ الأمم المتحدة على المستضعفين. لأن هاد الأمم المتحدة غير سامحني، هاد الأمم السينابيل، هاد الأمم المتحدة هي القوي فيها، كنوجدوا أمريكان، فرنسا، وشكون اللي باقي آخر؟ أمريكان، فرنسا، روسيا، لا الجانب الليبرالي فقط، بريطانيا وامريكا وفرنسا، هادو كلهم تيتبناو المنظور ديال العلماني ديال الكون والانسان والحياه، وبالتالي تيحطوا هاد التصور هذا وتيشوفوا شنو اللي كيخدم هاد التصور هذا وكيتساق في اطار مطالب، وكان هذيك المنظمات عندها امتداد في البلدان ديال العالم من خلال المنظمات الحقوقيه، فكتبلور مطالب وكتضغط على الدول. هويه برنس نحو اعلام هادف.